من ساعة ما نزلت الفيديو بتاع الفازة التحفة دي وانتوا بتطلبوا مني الورد كتير جدا. عاوزة اقول لكم بقى الوردة حقيقية جدا وكمان سهلة، وهقول لكم كل التفاصيل علشان تطلع معاكم تحفة كده. اوعدكم هتبقوا محترفين في الورد بعد الفيديو ده، ومش هتشتروه من بره ابدا. تقدروا تعملوا منه بوكيه او تحطوه في فازة زي ما انا عملت، شكله تحفة في كل الاحوال. انا عن نفسي هحطه في الفازة، طلع شكله قمر كده. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك. مبدئيا كده دي الباترونات اللي هتحتاجوها، هتلاقوني مجمعاهم كده في صورة وسايبها لكم في الكومنتات. ده الباترون بتاع الوردة وهنحتاج منه 5، وده هنحتاج منه واحدة بس، ودي ورقة الشجر ممكن تعملوا منها 3 أو 2 زي ما انتوا عاوزين. كمان لو حابين تعرفوا انا رسمت الاشكال دي ازاي اكتبولي في الكومنتات وانا انزل لكم فيديو. اول حاجة قصيت 5 من شكل الوردة ده على ورق ايفا او ورق فوم، مش عارفة ليه اسماء تانية، لو حد يعرف يكتب في الكومنتات. ودي الوان بلاستيك انا حط عليها مركزات الوان عشان اجيب درجة اغمق من درجة الفوم اللي انا مستخدمها. والبديل ليها يا اما اي شادو يا اما المركزات الالوان الخام دي زي ما هي استخدموها، دي ب5 جنيه، او الوان اكريليك او الوان فلوماستر، كلهم هيعملوا نفس الحاجة. دلوقتي هنحتاج سفنجة علشان نبدأ نعمل تأثير على كل ورقة من دول او كل وردة من دول. هناخد بقى من اللون الاحمر ده كمية صغيرة جدا، وبعدين نخففها كده على اي ورقة، المهم ان هي تكون بصوا مش موجودة اصلا. عاوز اقول لكم كمان ان الكمية دي تعمل لكم حرفيا 10 وردات بدون مبالغة، يعني اعتقد كده اللون خف خالص. هنيجي بقى من عند الاطراف ونبدأ نعمل كده زي ما انتوا شايفين، هنلونها، نحاول نسيب النص يعني يبقى فاتح شوية. هو ده كده التأثير اللي احنا عاوزينه. هعمل الباقيين كلهم بنفس الشكل ده. بصوا انا جهزت كده كل الورد بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها معايا. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نمسك كل 3 أو كل 2 مع بعض كده، وبنفس السفنجة كده هاخد من اللون الاحمر هخففه بس علشان ما بهدلش الدنيا، مش عشان انا عاوز اخففه زي ما عملت هنا. وبعدين همشي على الحرف ده، شايفين حرف الوردة ده، هلونه كله باللون الاحمر ده او البينك ده. بصوا الفرق بين اللي اتعملت واللي ما اتعملتش، احنا عايزينهم بقى كده كلهم يبقى بنفس اللون. كده انا عملتهم كلهم، بعد كده هعمل فتحات كده بس مش هفصلهم عن بعض، يعني تبقى كده علشان يبقى سهل عليا وانا بضمهم على الوردة وبركبهم يبقوا سهل عليا ان انا اتنيهم. هعملهم كلهم بنفس الطريقة كده، عملتهم كلهم بنفس الطريقة كده وقصتهم. هاخد واحدة بس منهم وهفصل البتلات دي عن بعض، هما 5، انا هحتاج 4 بس، يعني الاخيرة دي مش هحتاج منها حاجة. دول كده اللي انا هحتاجهم، ممكن بس نساوي الاطراف بتاعتهم شوية ونخليها بدوران. كده احنا عملنا 5 من الشكل ده، اخدنا منهم واحدة وعملناها كده فصلناها عن بعض، والاربعة الباقيين زي ما هما بس عملت فيهم الفتحات اللي في الجناب دي. بعد كده هنجيب مكوة سخنة زي كده او مكوة شعر، هنبدأ بقى بقلب الوردة اللي هما الاربعة دول، هنحطهم على المكوة كده وهسيبهم لحد ما يقعوا، وبعدين هفتحها كده شوية فيبقى شكلها عامل كده. كده انا خلصت الاربعة الصغيرين اللي هم قلب الوردة، وعلى فكرة مش لازم تستنوا ان هي تقع من على المكوة ولا حاجة، لو حسيتوا ان هي سخنت خلاص. الورد العادي بقى هنبدأ نحط ورقة ورقة كده، اول ما نحس ان هي سخنت هناخدها ونقفل الجناب دي على بعض كده، وفي النص كده هنضغط ونشد تبقى كده، وبعدين نبعدها عن المكوة علشان لو قربت من المكوة تاني هترجع تفك. ونسخن واحدة كمان وبرضو نلف الاجزاء دي كده، وبعدين من النص نشد كده، خلوا بالكم علشان ما تتقطعش. هنعمل نفس الخطوة في اللي بعدهم. بصوا سهلة وبسيطة جدا، هعمل الاتنين التانيين دول كمان بنفس الطريقة. كده انا خلصت الاربعة، وعايزين بقى نجهز الجزء ده، ده اللي بيتحط في الوردة من تحت كده بعد ما بتتقفل. هاجي بقى من عند الاطراف وهقصه بالشكل ده. يبقى شكلها كده، هعملها كلها بنفس الطريقة.
بقت بالشكل ده كده، ودي كمان هنحطها على المكوى، وبعدين هنضغط في النص كده والأطراف هنضغط عليها كده، فهتبقى بالشكل ده. والجزء ده كده بقى جاهز معانا. هنحتاج بقى لسلك منشر رفيع، ده بيتجاب من محلات الحدايد والبيات، وحتة صغيرة من الفوم مقاسها 10 × 2، وده اللزق اللي انا هستخدمه، ألطف كتير من الشمع ومش بيبهدل الدنيا وبيلزق بسرعة جدا، بجد حلو قوي باختلاف الانواع، يعني هو عامة زي الامير كده. دلوقتي هبدأ احط على طرف الفوم ده نقطة كده بسيطة، وبعدين هثبت عليها العصاية او السلكة دي ثانيتين بس وهتكون نشفت، وعلشان اللزق ده بينشف بسرعة جدا بعد كل خطوة حتى لو بسيطة، المفروض ان احنا نحط عليه الغطا كده علشان الهواء ما ينشفهوش. بعدين هنحط كده حاجة بسيطة ونبدأ نلف السلكة دي، هي كده نشفت، هبدأ أقصها كده من فوق ومن تحت كمان. وهخليها بالشكل ده، وبعدين بقى هناخد اي واحدة كده نحط عليها كلها، وبالذات دي يعني هنحط عليها كلها علشان هنقفلها قوي، وبعدين هبدأ احطها كده واقفلها من فوق جدا. بعد ما قفلتها بالشكل ده كده، انا مش مهم عندي اي زيادة من تحت، المهم عندي ان هي تقفل على القلب ده، والزيادة اللي من تحت دي هبقى اقصها بعدين. بعدين هنجيب واحدة كمان ونحط عليها لزق وهقفلها من الناحية التانية كده. مهم عندي بقى وانا بقفلها ان دي ما تبقاش اعلى من دي، يبقوا الاتنين في مستوى واحد، واي زيادة من تحت كده بنقصها. وبعدين هرجع اركب الاتنين دول بنفس الترتيب، واحدة من الاتجاه ده والتانية من الاتجاه ده. والتانية هحطها كده، ولما بحط الطبق تاني التانيين دول مش بحاول ان هما يقفلوا قوي على القلب ولا يبقوا ضيقين خالص ولا حاجة، بسيب فيهم شوية فراغ كده، وبرضو الزيادة اللي من تحت دي هقصها وهلزق الجزء ده كده كويس. بقى شكلها كده من تحت قصيت كل الزيادة. دلوقتي هنجيب واحدة من دول وندخل السلك ده في النص بالظبط، ونخلي الجزئين اللي متقابلين مع بعض كده في نص الورقة دي، وبعدين نحط لزق كده على ناحية واحدة ونلزقها كده، يعني ما حطتش على الناحية دي، وبعدين هحط لزق على الورقة التانية دي كلها عادي، وبعدين هبدأ ألزقها فوق الورقة الأولى. خلوا بالكم ان دي الناحية اللي انا ما لزقتهاش، وبعدين هحط لزق على الورقة التانية كلها وهكذا كده، وهبدأ ألزقهم فوق بعض. ولما اجي عند اخر واحدة كده هحط عليها برضو لزق، وبعدين هدخلها كده تحت الورقة دي، وبعدين هلزق عليها بقى الورقة دي. بقيت بالشكل ده كده. هنجيب واحدة كمان وبرضو هنوسطن السلك ده، وبرضو هنجيب الجزء اللي هو متقابل فيه الورق ونخليه قصاد الورقة كده في النص، في نص الورقة بالظبط، وهلزق بنفس الطريقة اللي فاتت، ان انا هلزق بس الطرف ده ومش هلزق الطرف التاني علشان ابقى ادخل جواه اخر ورقة. ودي اخر ورقة هنحط عليها لزق ونلزقها كده وندخلها جوه الورقة دي. بعد كده هنحط لزق على الورقة دي كده على الطرف ونلزقها كده. بقى شكلها كده كأنها وردة صغيرة، على فكرة ممكن تكتفوا بيها زي ما انا عملت الوردة دي كده بالظبط، او تكملوها وتكملوا باقي الطبقات. انا هكمل الطبقات كلها بنفس الطريقة اللي وردتها لكم.
كده تبقى الوردة خلصت تحفة. هنحط اخر حاجة الجزء اللي لونه اخضر ده. بعد كده هنستخدم اللزق الاخضر ده موجود عند محلات الورد وهنلفه على السلك ده كله. وقبل ما نخلص لف هنجيب ورق الشجر بتاعنا، انا مجهزاه قبل كده وعامله لكم ليه فيديو، عامله لكم اختراع هيسهل عليكم ورق الشجر وهتعملوه بالتأثير الروعة ده. وبعدين هنبدأ بقى نحطه كده ونكمل لف بالورق ده. هزود واحدة كمان. كمان كنت عاملة الوردة الصغيرة اللي انا وريتها لكم دي وهحطها كده مع الوردة الكبيرة وبرضو هكمل لف. وبعد كده نظبط بقى الوردة دي كده ونخليها بعيد شوية. كمان نحرك الورق ده لو عاوزين. طلعت معايا بالشكل ده كده روعة. بصوا ممكن كمان تعملوها لوحدها كده من غير وردة تاني، تطلع معاكم تحفة كده بجد. حلوة جدا وسهلة لو هتعملوا كل مرحلة لوحدها، يعني تعملوا ورق الشجر مع بعض والورد مع بعض، التلوين يعني او القص كل المراحل تبقى مع بعضها وكمان التركيب يبقى في الاخر مع بعض، هتلاقوا الموضوع سهل جدا. جربوها لان هي فعلا تستاهل وهتغنيكم عن شراء الورد تاني. اصلا مش هتلاقوا وردة بالفوم بالجمال ده، طبيعية جدا واي حد هيشوفها يفكرها وردة حقيقية. ممكن تعملوا منها بوكيه هيبقى لطيف قوي، كمان ممكن تحطوها في فازة زي ما انا عملت. وبس كده ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.